سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الحقيقة هذا عنوان اقتبسته من موقع علوم الحياة، حيث إن الطبيعة لا زالت تحير العلماء، وأنا أقول الطبيعة لأن خالق الطبيعة هو الله سبحانه وتعالى، وخالق الكون كله هو الله عز وجل. أنا أحببت بسرعة أيها الأحبة أن أتأمل معكم بعض الصور التي لفتت انتباهي، وأنا الحقيقة بهرت بها، لأن الخالق عظيم سبحانه وتعالى، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. النحل يتناسخ، يتكاثر بالاستنساخ، يعني الملكة الأنثى تلد نحلا ذكرا من دون تلقيح، يعني بيضة غير ملقحة فيها 16 كروموزوم. طبعا أيها الأحبة، الذكر لديه 16 كروموزوم، والأنثى لديها في الخلايا الجنسية 16 كروموزوم. اجتماع هذه الخلايا مع بعض عبر التلقيح يعطينا نطفة ملقحة أو بيضة ملقحة فيها 16 زوج من الكروموزومات. 16 زوج يعني يعطينا ماذا؟ يعطينا أنثى. 16 فرد من الكروموزومات يعطينا الذكر. هذه ظاهرة غريبة جدا. طبعا هم يقولون إن النحل طور هذه التقنية هو بإرادة الله سبحانه وتعالى، النحل لا يستطيع أن يغير شيء لكي يزيد من أعداده. فنحن هنا أود أن أتذكر معكم فقط أن هذا الرقم 16 الذي يقول عنه العلماء إنه رقم أساسي في عالم النحل، أحببت أن أتذكر معكم أن سورة النحل رقمها 16، وعدد آيات سورة النحل 16 في 8 يعني 128، وعدد كلمات سورة النحل أيضا من مضاعفات رقم 16، وموقع كلمة النحل في سورة النحل ما قبلها عدد من الكلمات هو من مضاعفات 16، ومن كلمة النحل لآخر السورة أيضا من مضاعفات 16. فسبحان الله، رب العالمين ركب كل شيء في هذه السورة العظيمة على رقم 16، حتى إن الآية الكريمة الوحيدة التي ذكر فيها النحل في القرآن: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. 16 كلمة وتتألف من 16 حرفا هجائيا. سبحان الله، يعني بحث طويل. نحن خصصنا حلقة على الموقع أو على يوتيوب، من أحب أن يراجع هذه الحلقة فيها فوائد كثيرة. الحقيقة أنا رأيت صورة عجيبة جدا للثعابين، طبعا هم يقولون طورت قدراتها لتجنب السموم. فكان الثعبان يبتلع بعض أنواع الثعابين، طبعا تبتلع الضفدع السام، وبالتالي بعض الضفادع سامة جدا لدرجة أنها تقتل الثعبان. فأصبح هذا الثعبان يتجنب هذا السم فيخترق أحشاء. انظروا معي هذه الصورة أيها الأحبة، هنا الثعبان يخترق أحشاء الضفدع، فيخترق بطن الضفدع، فيأخذ هذه الأحشاء المليئة بالبروتينات والمواد المغذية ويتجنب السم الموجود في الأجزاء الأخرى. ثعبان ذكي جدا، سبحان الله، سبحان المبدع. هناك ثعبان من الغريب أنه بعد أن ابتلعه طائر اسمه مالك الحزين، هذا الطائر عندما طار فثقب الثعبان معدة الطائر وخرج منها. انظروا أيها الأحبة كيف يتدلى هذا الثعبان من معدة الطائر، ثقبها ليهرب. سبحان الله، يعني شيء مذهل جدا هذا المشهد. يعني من الذي علمه ذلك؟
ومن الذي علمه كيف ينجو بنفسه؟ سبحان الله. الدب الأشيب حيوان عنيف ومن الصعب قتله. ماعز يقتل دب أشيب، هذا هو الدب أيها الأحبة، هذا النوع من الدببة. فهذا الدب يتسلق على الجبال، فأراد أن يصطاد الماعز ليتغذى عليه، وإذا بماعز، هذا هو، بعد تحليل العلماء وجدوا دبا ميتا، وهي طبعا كما يسمونها جريمة قتل لهذا الدب. وفيه عدة طعنات في البطن وفي الرقبة وفي كذا. فبعد التحليل تبين أن هذه القرون الحادة جدا لهذا الماعز المسكين هي سبب قتل هذا الدب، أي أن الماعز تفوق على الدب في هذا السلاح الذي زوده الله به سبحانه وتعالى. صورة عجيبة جدا أيها الأحبة. الصورة التالية، ضفادع تأكل أولادها، شيء غريب يعني. هناك ضفدع، انظر أيها الأحبة، هذا يسمى ضفدع قصب السكر. هذا الضفدع سام جدا. في عام 1930 في أستراليا كان هناك محاصيل قصب السكر تأكلها الخنافس، ولكن يبقى المحصول متوازنا. انظروا عندما يتدخل البشر ماذا يحدث. عندما يتدخل البشر أيها الأحبة يفسدون كل شيء، يفسدون النظام الدقيق الذي وضعه الله سبحانه وتعالى. قامت أستراليا بجلب أعداد من هذا الكائن السام ليقضي على هذه الخنافس. طبعا هذا الكائن السام لا يعيش في أستراليا، وبيئته ليست بيئة أسترالية، هو من الخارج. فبدأ هذا الضفدع يأكل الخنافس ويأكل كل شيء ويتكاثر، حتى أصبحت أعداده 200 مليون، 200 مليون ضفدع. فأصبح يأكل المحاصيل ويقضي على المحاصيل الأخرى. السبب أن هذا الضفدع أخرجوه من بيئته الطبيعية، وضعوه في بيئة ليست هي بيئته. وهذا من فعل العلماء أيها الأحبة، العلماء الذين يقولون إن كل شيء جاء بالمصادفة، وكل الكائنات تطورت بالمصادفة، والإنسان تعلم اللغة بالمصادفة، ودماغ الإنسان نشأ بالمصادفة. هؤلاء بعد دراسات طويلة اجتهدوا فأحضروا هذه الضفادع إلى أستراليا للقضاء على الخنافس، ظنا منهم أنها ستقضي على الخنافس وانتهى الأمر. ولكن هذه الضفادع أكلت الخنافس وأكلت المحاصيل وبدأت تتكاثر، لدرجة أنها لم تعد تجد طعاما، دمرت مليارات الأمتار المكعبة من الأراضي الزراعية، دمرت كثيرا في أستراليا، فبدأت تأكل أولادها. فهذه الظاهرة سجلت العام الماضي 2021 وكانت مذهلة بالفعل للعلماء. دب الماء يحير العلماء من جديد، سبحان الله. هذا المخلوق أيها الأحبة أطلقوا عليه النار طبعا لنرى هذا المخلوق، هنا مكبر طبعا مئات المرات لأنه لا يرى تماما بالعين، لأنه كائن مجهر يعني يصنف. هذه الصورة بالمجهر الإلكتروني. طبعا هذا الدب الصغير، هذا الكائن، أطلقوا عليه النار لم يمت، سلطوا عليه أشعة نووية لم يمت، أخذوه في رحلات حول الفضاء، منعوا عنه الأكسجين، عرضوه لدرجات حرارة عالية، وضعوه في ماء يغلي لم يتأثر، وضعوه في درجة حرارة قريبة من الصفر المطلق، يعني أقل من 273 درجة تحت الصفر، 273 درجة تحت الصفر، الذرات تتوقف، ولكنه تحول إلى أشبه بميت، تحول إلى أشبه بكائن ميت. بمجرد أن وضعوه في الماء من جديد عاد للحياة، سبحان الله. أنا أتذكر معكم هنا أيها الأحبة الله تعالى عندما قال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها، سبحانه وتعالى. الشيء الثاني، الحيتان تتفوق على البشر، كيف ذلك؟
العلماء أيها الأحبة قاموا باصطياد الحيتان، هذا حوت العنبر. تبين لهم أنهم اليوم في عام 2021 شبه عاجزين عن اصطياد هذا الحوت، لأنه تعلم كل الحيل وكل التقنيات والأساليب التي يمارسها الصيادون خلال مثلا 40-50 سنة، وأصبح يتجنب كل الوسائل. لذلك أعداد الحيتان المصطادة انخفضت يعني تقريبا 50-60%، والسبب أنها تتعلم مكر وحيل وأساليب هؤلاء الصيادين. إذن هي كما يقولون تتفوق على البشر. والله أيها الأحبة أنا أمام هذه اللقطات أو هذه الصور المذهلة، فعلا لا أملك إلا أن أقول كما قال عندما سئل موسى، قال فمن ربكما يا موسى؟ ماذا قال سيدنا موسى لفرعون؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لا تقل لي تطور وعشوائية والكائن يتأقلم مع البيئة والكائن لا أعرف ماذا، كل هذا كلام فارغ أيها الأحبة. هذه الكائنات لا يتفق مع المنطق والعلم إلا آية واحدة لتفسير وجود هذه الكائنات، وهي قول الله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.